رد الحكومة على تجميد مرتبات المعلمين على أساس 2014 واستحقاق الحافز المكمل والخصومات على آخر أساسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة لغتي جنتي، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. لو دي أول مرة حضرتك تتابع القناة نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل حتى يصلك كل جديد. رد التنظيم والإدارة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على طلب إحاطة من مجلس النواب للمطالبة ببحث أحوال المعلمين المادية ومدى إمكانية إلغاء تجميد الأساسي على 2014، حيث وضح البيان أنه لم يتم تجميد الأساسي على حد قول البيان، وإنما المعلمين يحصلون على كافة المزايا المالية التي يحصل عليها الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بشأن العلاوات الدورية والاستثنائية. وأوضح البيان أن المعلمين يتمتعون أيضا بمزايا مالية من صرف بدل معلم وقدره 50% من الأجر الأساسي، وبدل اعتماد يتراوح من 100% إلى 200% من الأجر الأساسي، وتحويلها لمبالغ مالية مقطوعة، هذا بموجب قانون ربط الموازنة. وكذلك يحصل المعلمين على علاوة الأعباء الوظيفية من 300 إلى 425 جنيه، وبالتالي فإن المعلمين يحصلون على بدلات وحوافز ورواتب المعلمين تتضمن أيضا العلاوات المقررة بقانون الخدمة المدنية، هذا بجانب مكافأة الامتحانات. وذكر البيان أنه سيتم تحويل مدى أحقية العاملين بالتربية والتعليم في تقاضي الأجر المكمل وفقا لنص المادة 84 من قانون التعليم لوزارة المالية لدراسة مدى إمكانيته ودراسة الإطار العام للموازنة والأجر المكمل. هذا ولم يرضي هذا البيان جموع المعلمين لأنها ما زالت بذلك المشكلة قائمة، وهي صرف الحوافز على أساس قديم 2014 والخصم والضرائب على أساس الجديد، مما يقتص من كل ذلك البدلات والحوافز وتصبح لا قيمة لها. السيد الأستاذ مجدي مرشد عضو مجلس النواب، تحية طيبة وبعد، فأرسل مع هذا صورة ما ورد من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ردا على طلب الإحاطة المقدم منكم بشأن النظر إلى رواتب المعلمين وما يتعلق بذلك من صرف الحوافز والمكافآت والبدلات والعلاوات، وفضلوا بقبول فائق الاحترام الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين. معالي السيدة الأستاذة الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تحية طيبة وبعد. بالإشارة إلى كتاب وزارتكم الموقرة بشأن طلبات الإحاطة والمناقشات العامة المقدمة من السادة بعض أعضاء مجلس النواب حول النظر في رواتب المعلمين وما يتعلق بذلك من صرف الحوافز والبدلات والمكافآت والعلاوات، أتشرف بالإحاطة أن الجهاز قد تدارس المسألة المعروضة وانتهى الرأي إلى الآتي: أولاً، أن عدم ربط الأجور المتغيرة بالأجر الأساسي اعتباراً من 30/6/2015 لصاغري وظائف التعليم كان بمقتضى قوانين ربط الموازنة العامة للدولة ابتداء من القانون رقم 23 لسنة 2015 حتى القانون رقم 100 لسنة 2018، وأن هذه القوانين طبقت على كافة موظفي الدولة. ثانياً، لم يتم تجميد رواتب السادة شاغلي وظائف التعليم، وإنما تقاضوا كافة الزيادات المقررة لكافة موظفي الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ومنها العلاوات الدورية والاستثنائية الممنوحة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ثالثاً، تمتع السادة شاغلي وظائف التعليم بعدة مزايا مالية خاصة بهم، وهي بدل المعلم ومقداره 50% من الأجر الأساسي، وبدل اعتماد بفئات تتراوح من 100% إلى 200% من الأجر الأساسي بموجب قانون التعليم المشار إليه، والتي لا تم تحويلها لمبالغ مالية مقطوعة في 30/6 بمقتضى قوانين الموازنة العامة للدولة المتعاقبة المشار إليها، وعلاوة أعباء وظيفية بمبالغ مالية مقطوعة تتراوح من 300 إلى 425 جنيه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، فضلا عن مكافأة الامتحانات المقررة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 365 لسنة 1994 وتعديلاته. رابعا،
يمكن إحالة موضوع أحقية شاغلي وظائف التعليم في تقاضي الأجر المكمل وفقا لنص المادة 84 من قانون التعليم المشار إليه إلى وزارة المالية لدراسته أو تضمينه لأعمال اللجنة المشكلة لدراسة الإطار العام للأجر المكمل، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1234 لسنة 2018. خامسا، أن الاستقطاعات الضريبية والتأمينية تخصم على أساس المبالغ التي يتقاضاها الموظف بصفة فعلية، وتختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الضرائب المصرية ببحث مسألة المبالغ المستقطع، وتخرج عن الاختصاص المخول للجهاز بمقتضى قانون الإنشاء رقم 118 لسنة 1964، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأستاذ الدكتور صالح عبد الرحمن. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا أعجبكم الفيديو نرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.